أولا لا لا زي ما احنا كده بعد الكشكول وضع مثلا حاطط مثلا صورة جي اي اف عشان نجيب يعني المفروض هو يعمل حاجة مثلا تشتغل هنا المفروض في حاجة تشتغل هنا كان ينزلها صورة وخلاص بس هو مصطفى الكل مين ده؟ اهو مصطفى الكل شبهه جدا بس عجبان الصورة دي حلوة لا ده البيكتشر نفسه السلايد نفسه ما حضرتش ولا محاضرة والله أول محاضرة ليه كاتب المحاضرة نفسها من السلايد نايلة على الكشكول بس جاب ايه بلس وماشي مع واحدة عضو موبايل وبلاي ستيشن المكان ده
احسن حوالي كل حاجة، بعد لابتوب وشهادة التخرج وكل حاجة. مستر rule of change. الواد الصغير أيام ما كنت أول ما بدأت أشتغل خالص في محل النور والكهرباء اللي روحته ده، كان صاحب المحل كان لسه متجوز من 3 أيام، فاهم؟ ده خلف بقى، وأنا واقف في المحل كنت لسه هخلف، فاهم؟ خلف ابنه كبر. ما شاء الله. عنده كام سنة دلوقتي؟ يعني شوف وصلت تلت تلاتة حوالي أربعة، تلاتة أربعة. يعني شوف، أنا عايز أقول لك أصلا ساعتها انا من ساعه ما سبت المحل قفل، ما فتحش تاني. قلت لي انت قبل كده، خلي بالك. ايوه، ما كانش لاقي حد اصلا. نورة، ايه النورة دي اصلا؟ واحدة صاحبتي انت هتعرفها. الحاجات دي كانت فيها ديسكريبشن كل واحدة، صح؟ طب مش هفتكر.
الصلاة. دكتور شوية في نفسه، عايز دكتور من بلد بلد. حط المنهج ملهاش علاقة. ايوه اختصار لايه؟ طب ما انت كاتبها. ما كنت عارفها ساعتها. ديبيتيتيف ستريس انجيري. ماشي. ايه انجيري دي؟ انجيري اللي هو تعب. CTS. انت عارف بتشرح من ايه اصلا؟ منهج ام اي اس اللي احنا اول ترم بتاعنا. ام اي اس دي ماده اسمها ايه؟ مانجر مانجمنت انفورميشن سيستم. بلاش يبقى انا قاعد مستنيها هنا وهي بتزوقني هنا. لا يا عم تقلق. يمكن يا عم انا بقلق.
عايز اعمل ابديت برضه، انا عايز اعمل له ابديت ماسنجر وفيسبوك واتساب كله عايز تعمله. جالي مسج ازاي بيقول لي ان انا يعني عاد معايا عرض، معاك في عرض على السنه، معايا رصيد 24 سنه اصلا. بص كنت في الورك شوب انا هنعمل حاجه زي دي، كنت مثلا هنا الاسم مثلا انا كنت اسمك بتاع دي من الحاجات دي حاجة أندرويد صح؟ ده كان تسخين بس، ده اللي هيشتغل عليه في تاني سيشن إن شاء الله. جميلة أول سيشن كانت هبلة أوي، بس مسحت الأبلكيشن بتاعها عشان كان عبيط. انت كنت لازم، انت ما حضرتش فيه الويلكم بتاع ام اس بي ليه؟ حلواني كان مصورني حبه شوتات، دي الصورات دي خرافيه. كنت انا مسجل حد على، ودي برضو حلوه، ودي بتاعه حبايبي. جميل كانت لقصات دي والله. جميل انت كنت فين يوم؟ يوم ايه؟ ويلكم مش عارف. البورد يا رب العالمين.
معناها ايه الكلام ده؟ مسألة في الايار الزوار عملها كودي ومسألة تعيشها مرة جاية سهلة سهلة اشرحها لك خش اخد اسمك Thank you.
كتير.